أسامة المومني، أهلا بك أسامة. تفاصيل أجواء اليوم في محافظة إربد مع بدء إجراءات الحظر التي اعتدنا عليها قبل الحظر الشامل، تفضل. عمريج، منذ ساعات الساعة 10 صباح هذا اليوم بدأنا نرصد توافد المواطنين إلى الأسواق التجارية، المخابز، مراكز بيع المواد الغذائية والتموينية. كان هناك انتظام كبير في المواقع التي رصدتها كاميرا المملكة، وحيث كنا نتجول في مختلف مناطق المحافظة وفي ولواء القصبة تحديدا كان هناك تباعد في المسافات. أيضا لم يكن هناك اكتظاظ وازدحامات على أبواب المخابز أو المراكز التجارية على الرغم من إغلاقها يوم أمس. كما نشاهد في الصورة الآن هناك نقاط غلق متواجدة في مختلف مناطق المحافظة تعمل على تفتيش أي مركبة تعبر الطريق. الجيش، الأمن العام ومختلف الأجهزة المعنية تتواجد في الميدان لرصد أي مخالفات ومنع أي مخالفات. محافظ إربد رضوان العتوم أكد المملكة بأنه حتى اللحظة لم يرصد أي مخالفة منذ ساعات صباح هذا اليوم في محافظة إربد وألويتها التسعة. أكد بأن الأجهزة الأمنية لم تتعامل مع أي مخالفة، وبين العتوم بأنه لن يتم التهاون مع أي مخالفة قد تكون. فيما يتعلق بالألوية المعزولة، لا زالت الأجهزة الأمنية تواصل عزل بعض الألوية وبعض المناطق في لواء المزار الشمالي ولواء بني عبيد ولواء القصبة، إضافة إلى اللواء الذي كان هناك نقاط عزل فيه وهو لواء الرمثة بعد إصابة عدد من الأشخاص داخل اللواء. بحمد الله الفحوصات الطبية وفرق التقصي الوبائي التي جمعت العينات، جميع العينات التي تم أخذها من المخالطين لمصابي الرمثة كانت سلبية، وذلك وفقا لمصدر طبي في فرق التقصي الوبائي. جميع العينات التي تم جمعها كانت سلبية. في هذا الأثناء تقوم فرق التقصي الوبائي ورصدناها تواجدها في لواء القصبة وفي منطقة إيدون قبل قليل، تقوم بسحب العينات وجمعها سواء من مخالطين أو مشتبه بهم في هذه المناطق. 25 فرقة موزعة على مختلف مناطق محافظة إربد تقوم بجمع العينات وإرسالها إلى مستشفى الملك المؤسس. يعني بحمد الله يوم أمس كان هناك تراجع بأعداد المصابين، اليوم ولغاية الساعة 11 صباحا ووفقا لمدير مستشفى الملك المؤسس دكتور محمد غزو لم يكن هناك تسجيل أي إصابة جديدة في مستشفى الملك المؤسس. يوم أمس كان هناك تسجيل إصابة واحدة في المستشفى وكانت من خارج محافظة إربد، من محافظة عجلون هذه الإصابة، وهو مخالط لأحد الأشخاص العائدين من خارج الأردن. فيما يتعلق يعني أيضا بالأسواق التجارية، هناك رقابة اليوم أعلنت عنها مديرية الصناعة والتجارة بأنها ستشددها على الأسواق خاصة في ظل ارتفاع بعض أصناف الخضار والفواكه. جميع المواد التموينية والغذائية متوفرة في كافة الأسواق وذلك حسب ما رصدناه. فيما يتعلق أريج بالأسر ذات الدخل المحدود، في هذا الأثناء تقوم القوات المسلحة بتوزيع قروض غذائية على أسر معوزة وأسر من ذوي الدخل المحدود، لكن يعني في ظل ذلك بالرغم من توزيع هذه المساعدات لا زال هناك عدد كبير من الأسر تنقل. نعم، كيف كان عمل فرق التقصي والاستقصاء الوبائي خلال فترة الحظر الشامل واليوم أيضا؟ نعم، المسؤول عن فرق التقصي الوبائي دكتور علي الزتاوي المسؤول عن الفرق في إربد أكد بأن يوم أمس كانت الأمور تجري بسهولة أكبر من الأيام الماضية نظرا لأنه جميع الأشخاص كانوا متواجدين في أماكنهم وسهولة الوصول إليهم، إضافة إلى يعني أنه كان هناك تعاون كبير من المواطنين في ظل تواجدهم داخل منازلهم، وكان هناك يعني الفرق التي ذهبت إلى مواقع قريبة من بعضها البعض، لذلك تمكنوا من الحصول على العينات بشكل أسرع من سواء من البنايات السكنية أو الأحياء السكنية. طبعا الفرق تضم 75 طبيب أريج، من بينهم أطباء متطوعين يعني جاءوا يعني ليقدموا هذه الخدمة مع الفرق التقصي الوبائي. هؤلاء هذه الفرق تبدأ عملها من الساعة 8 صباحا كل يوم وقد تمتد إلى مساعات ما بعد منتصف الليل. جهود كبيرة تبذل من قبل هذه الفرق للوصول إلى أي حالة مشتبه بها أو أي حالة يعني قد تظهر عليها أعراض الكورونا. طبعا يوم أمس ناشد الدكتور علي الزتاوي أي شخص تظهر عليه الأعراض عليه أن يتواصل مع الجهات المعنية على الفور ليتم يعني إنقاذه ومنع تفشي هذا الوباء. أريج أيضا البلديات ومجلس الخدمات المشتركة قامت برش المبيدات ورش المعقمات والمطهرات في مختلف مناطق محافظة إربد. قبل أيام كان هناك حملة واسعة ورصدنا تواجد وزير الإدارة المحلية في هذه الحملة، ولكن هناك شكاوى عدة وردتنا من مواطنين في عدة مناطق قالوا بأن الرش لم يصل إلى كافة المناطق في محافظة إربد. تواصلنا مع الجهات المعنية والتي أكدت بأن حملات مستمرة وهناك خطة للوصول إلى كافة المناطق، ولكن هناك مطالبات خاصة في المناطق التي شهدت نسب إصابات عالية بأن يكون هناك تعقيم وتطهير متكرر لها، وذلك تحسبا ومنعا لانتشار هذا الوباء أريج.
طيب كيف كان إقبال الناس اليوم على الأسواق والشراء من المحلات التموينية المسموح لها بالانفتاح أو الافتتاح عفوا؟ نعم مريج، جولتنا في لواء القصبة وفي لواء بني عبيد، يعني على سبيل المثال في هذه المنطقة التي نتواجد فيها امتداد دوار النسيم أو إشارات النسيم، في منطقة إشارات النسيم والمنطقة المؤدية إلى إيدون لم نرصد أي اكتظاظ أبدا، كان هناك انتظام على أبواب المخابز في المنطقة، كان هناك يعني أخذ الاحتياطات اللازمة ولم يكن هناك أيضا أي اكتظاظ للمواطنين في هذه المواقع، نرصد حركة محدودة للمواطنين. يعني هذه المنطقة التي نتواجد فيها الآن هي منطقة دوار النفق، في هذا الدوار عادة تشهد آلاف المركبات تكون مثل هذا الوقت، آلاف المواطنين في هذه اللحظة، أعداد عشرات المواطنين متواجدين وبعض المركبات المصرح لها بالدخول، وهناك نقاط تقوم يعني فحص هذه النقطة، فلا يوجد هناك أي اكتظاظ في المحافظة أريج. أيضا يوم أمس سجلت محافظة إربد خروقات محدودة ولا تذكر مقارنة بعدد السكان والمساحة، يعني في 9 ألوية وأكثر من 2 مليون نسمة سكان المحافظة، كان هناك نحو 40 خرق للحظر يوم أمس أريج. أسامة المؤمني مراسل المملكة من محافظة إربد، شكرا لك.